هنروح لحاجة برضو بديعة، أنا بشوفها بديعة، حكاوي القهاوي يعود من جديد في رمضان، إمكانيات جديدة، توثيق روح مصر ولياليها وبساطة بقى، يعني وكأن ابن الوز عوام. المذيعة الجميلة رشا الجمال بتعود علشان تكمل إرث كمان عشنا معاه في حكايات المصريين مع الأستاذة والإعلامية الكبيرة سامية الإتريبي. ورشا الجمال الحقيقة بتقدمه بأسلوبها وبطريقتها في السرد وبنفس الحكاوي، ولكن بزمن جديد، وبتمتعنا الحقيقة لأن هي مهتمية قوي بالموضوع، مهتمية بتفاصيل المصريين، حكاياتهم المختلفة. وفرصة وانت بتسمع الحوار النهاردة يعني سريعا، لأنه كان بعد الفطار على طول أنا سمعتها، اللي هو تقول الله المبدعين دول موجودين في مصر، هي دي رشا الجمال وهو ده حكاوي لهاوي. خليني أمسي عليها الإعلامية رشا الجمال. مساء الخير يا رشا. يا شفكي ايه التقديمة تجنن دي. لا أصل انت يعني بنت حبيبتنا كلنا، يعني إيه مين ما يحبش الأستاذة سامية الإتريبي. أنا ياما ساعدتني بجد، عايزه اقول لك يعني بجد انا ياما كانت بتشجعني وبتساعدني وعمري ما انساها. وانت بجد ابنة الوز عوام، يعني عامله حاله حلوه من السنه اللي فاتت. انا بفرح في الشارع لما الناس بتقول لي كده، بفرح بشكل طبعا اكيد. انت عامله حاله حلوه جميله كلها رقي، وبعدين بتطمنينا على اهالينا، يعني بتخلينا نشوف الابداع ببساطه. يعني انا عارفه ان مصر مبدعه، كلميني انت على التفاصيل. لا بصي، مصر خطيرة. يعني أنا كنت فاكرة إن الدنيا بقت أقل، وإن الصناعية بقوا أقل، أو الحلاوة اللي أنت كنت متعودة عليها زمان قلت. هي بس اختلفت، لكن صح. نفس العمق في الشخصية المصرية موجود، نفس المفردات العجيبة اللي بتكون الشخصية المصرية موجودة، بس على جديد. صحيح. يعني مختلفة من اللي احنا نعرفه من زمان، بس هي فعلا مصر ولاده. يعني صحيح. شارع غني جدا جدا أوي أوي. جدا جدا. انا بتفق معاكي، الشارع في مصر حاله لوحده، يعني هو الشارع بناسه بالمصريين حاله لوحده. انت بتمشي 15 متر يا شفتي تسلمي على 7 بني ادمين. صحيح. بالبوس والاحضان، يعني كميه. رشا اعتقد احنا بنشوف معاكي حاره انت دي الحلقه الاولى النهارده، حاره السقايين وانت موجوده، وانا طبعا بحييكي الاناقه والجمال واللبس اللطيف المصري، ويعني بتعيدي برضو نفس اللي كانت بتقدمه الاستاذه الرائعه سامية. ما نورتي الكراتين يا شفكي، الحاجه معايا طبعا 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 طبعا. لا بس يعني كمان بـ 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 برقي وحداثه الزمن، يعني بطريقه جديده. الحلقة دي كلميني على تفاصيل، انا شايفاكي في الشارع وشايفاكي معاهم في كذا مكان، فيها كذا احنا بنصور مكان. في عابدين احنا عندنا كذا حي كده بنسجل بنصور فيه كتير، اللي هي مثلا الازهر طبعا، والحته بتاعه القلعه وسوق السلاح، والحته القديمه دي اللي عند باب دويله وكده بنسجل فيها كتير، وكمان في عابدين. ايوه عابدين دي كانت اكتشاف بقى طبعا. هو حي متوسط مصري رائي، بيدل على بجد رقي الطبقه الوسطى بتاعت الجمهور المصري. ده حقيقي بجد. وانا سعيده انه الناس لما بتروح لهم كمان يا رشا بيبقوا حاسين ان هم مهمين، وده شيء طبعا. جميل انه كمان انت كاعلاميه والاعلام يوصل للناس المهره دول ويحسسهم بقيمتهم. دي رساله لوحدها، يعني اللي هو انت مهم ببساطة. انا بعد اقول كده للمخرجين، احنا بنشتغل مع 3 مخرجين، الثلاثة اشهر من بعض، مع مدير تصوير وكذا مدير تصوير دلوقتي، كل شوية اقول لهم مين غيرنا بس هيطلع الست اللي واقفة على مفرمة الثوم كأنها كلوديا كاردينالي الاحمر. صحيح صحيح. ايوه هي دي مهنتها والناس. أيوة طب كلميني انت عاملة حلقات في ايه السنة دي؟ احنا عندنا حلقات كل حاجه. احنا دلوقتي في القاهره اول 10 ايام تصوير او اول 14 يوم تصوير في القاهره، وبعدين ان شاء الله هنروح دمياط والمنصوره، وبعدين هنروح اسوان ان شاء الله. الله، اسوان دي الختام بقى.
يعني الأطوان الحاجات آخر الجميلة. حلقات بقى هنفركش أكيد الأطوان أنا إن شاء الله. متأكدة إن إحنا هنستمتع بيكي وسعداء بتقدميه وسعداء لسه بقى بالمجهود. عندنا حلقات كتير على كل المفردات اللي ممكن تتخيليها بقى، بتاع العصير وبتاع الله، الكشري والمتحراتي وكل طبعا الكلام ده، طبعا غير بقى الأبطال اللي بيطلعوا لنا كده ما نبقاش عاملين حسابنا عليهم خالص. طبعا. الناس أيوة اللي هي المفاجأة الخرافية اللي بقى. بتقابليها في الشارع ده، صحيح البطل الشعبي ده اللي بتلاقيه كده. صحيح، البطل الشعبي ده هي زي ما انت قلتي، الشارع المصري في حد ذاته هو متحف جميل، يعني مليان بقى صنايعيه وناس حلوه وناس عايشه وناس راضيه. انا بشكرك جدا يا رشا، وان شاء الله نستمتع ونكمل معاكي برنامج حكاوي القهاوي. بشكرك جدا.